جاهزين للحل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحل الاكسرسايز كالاتي. السؤال الأول: المين بلس ستاندرد ديفيشن 100 بلس اور ماينس 51 ما معناها؟ هل هي نورمال ديستريبيوتد؟ أكيد، برافو عليكم، هي فولس، ما هيش نورمال، لأنه لو ضربنا في اثنين حتطلع أكبر من المين. رائع، سعيد أن الكونسبت هذا مفهوم لدى الجميع. السؤال الثاني: المين 200 بلس اور ماينس 20 هل هي نورمال ديستريبيوتد ولا لا؟ ولا لا؟ برافو عليكم، أكيد هي ترو لأنها نورمال ديستريبيوتد. السؤال الثالث: in a sample of 100 من a normally distributed data a mean plus or minus standard deviation length of 160 plus or minus 20 centimeter means. برافو عليكم، صحيح، هي ال B. about two thirds of men the mean length is expected to range between 140 to 180 centimeter اللي هي زي ما اتفقنا 68%. السؤال الرابع: in a sample of 100 women of a normal distributed data a mean plus or minus standard deviation weight of 70 plus or minus 10 kilogram means. برافو عليكم، هي 95% of women the mean weight is expected to range between 50 to 90، لأنها هناك 70 زائد أو ناقص 10، فلو ضربنا في اثنين حتكون نزودها مرة حتطلع 90 وننقصها مرة حتطلع 50، إذا هذه تمثل ب 95%. شيء رائع، جدا رائع. السؤال الخامس: which statement is true in normally distributed؟ أكيد الـ standard error of mean is always a smaller than standard deviation. السؤال السادس: standard error of mean الإكويشن حقه واضحة زي ما اتفقنا، الرقم A اللي هو standard deviation مقسوم على الجذر التربيعي للحجم العينة. السؤال السابع: 95% confidence interval is defined as. واضح، رائع، شيء رائع جدا، المين plus or minus 2 standard error of mean. السؤال الثامن: standard deviation is appropriate to indicate of the data around the mean of single sample. أكيد ترو، وإحنا اتفقنا إنه variation في نفس السامبل. السؤال التاسع: standard error of mean is descriptive statistic that should be used to summarize the variability around the mean of a single sample. غلط طبعا، لأنه ليس في السامبل ولكن between different mean. السؤال العاشر: عندما تكون السامبل سايز أقل من 30% زي ما اتفقنا نعمل reporting the actual number. صحيح، لأنه حيحصل تضخيم للنسبة. السؤال 11: in a survey of 3000 males the average age were 35 years and the standard deviation was 10 years. Fill the blanks. من اللي جاوب صحيح؟ ممتاز جدا، لأنه في 1 standard deviation حتكون 2040، لأنه 3000 تمثل 100%، ف 68% حيكون عددهم 2040، و 95% حيكون عددهم 2850. فذي سمبل، كل ما في الموضوع أنه 3000 هذه تمثل 100%، كم تمثل 68% وكم تمثل 95%. شيء رائع، أنا سعيد جدا بهذه الإجابات. السؤال رقم 12: A study to estimate the systolic blood pressure in Sana'a, the researcher draws a random sample from the population and calculate mean and confidence interval as 125 اللي هو ملي متر زئبقي وال 95% confidence interval واقعة بين 115 إلى 130. What does it mean? أكيد، this means that the best estimate of mean systolic blood pressure in Sana'a is 125. وإحنا واثقين كمان 95% أن هذا الانترفال واقع بين 115 إلى 130 مليمتر زئبقي. وهذا في الترو بوبوليشن، لو عملنا السامبل عدنا الدراسة في نفس البوبوليشن حيكون الرج لن يخرج 95% لن يخرج ما بين 115 إلى 130.
اخر سؤال، احنا زي ما اتفقنا كيف نعرف ان البي فاليو سيجنيفيكانت او ما هي سيجنيفيكانت فقط من الاودز ريشيو اند 95 كونفيدنس انترفال. لو ما تكون الاوبسيتي 10، الاودز ريشيو 10 والكونفيدنس انترفال من 4 الى 12 سيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت، بالتاكيد سيجنيفيكانت لانه ما عدتش بالواحد. طيب الدرينكينج كافي اكيد نون سيجنيفيكانت برغم ان الاودز ريشيو 4، يعني 4 اضعاف الاكسبوز 4 اضعاف نون اكسبوز، ومع ذلك نون سيجنيفيكانت لانها عدت بالواحد. السكس برضو نون سيجنيفيكانت لانها عدت بالواحد. السموكينج اكيد سيجنيفيكانت لانها لم تعدي بالواحد. الليبيديميا سيجنيفيكانت لانها ايضا لم تعدي بالواحد. الفاكسينيشن اوف هيباتايتس بي فيروس الاوز ريشيو طلع 0.3 والكونفيدنس الانترفال 0.1 الى 0.9، هنا significant. ليش؟ لأنه هنا protective، معناها أنه الهيباتايت الفاكسينيشن اوف هيباتايتس بي protective، فبالتالي الرينج هنا واقع في نفس الرينج، يعني 0.3 هي واقعة في نفس ال 0.1 وال 0.9، فما عدتش بالواحد لكنها بطريق البروتكتف وليس بطريق الريسك. شكرا جزيلا وسعيد جدا بأن المفاهيم أصبحت واضحة لديكم.